اهلا بيكم، معاكم ايريني من قناه ايجي تورينو. بقالي مده مش بعمل فيديوهات لظروف ما، لكن ان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم فيديوهات جديده. تابعوني على القناه وفعلوا جرس الاشتراك عشان توصل لكم الفيديوهات اول باول. مدينه رشيد من البلاد المميزه جدا في موقعها. نهر النيل موجود في الشرق، والبحر المتوسط بيمتد من الشمال للغرب، ومن هنا ظهر البرزخ او نقطه التقاء البحر بالنهر، ودي حاجة بتتميز بيها مدينة رشيد. ومش بس كده، دي كمان رشيد فيها عدد كبير جدا من النخل، لدرجة ان هي بتتسمى بلد المليون نخلة، وطبعا بتشتهر بانتاج البلح. ومش بس رشيد بلد زراعية، لكن صناعية وأثرية. رشيد من البلاد القديمة جدا، بترجع للعصر الفرعوني. هنلاقي آثار فرعونية موجودة في أماكن متفرقة، وكانت بتتسمى باسم رخيط في العصر القبطي، والاسم اللاتيني هو روزيتا أو الوردة الجميلة. المعالم الأثرية في رشيد مختلفة، ما بين قلعة ومساجد وكنيسة أثرية ومتحف ومنازل. هنبدأ بأول مكان عندنا، هو قلعة قايتباي. لما بنتكلم عن قلعة قايتباي بفتكر على طول قلعة قايتباي في اسكندرية، واللي اتبنت تقريبا في نفس التوقيت، وأنا عاملة لكم حلقة عنها، هسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. بنلاقي عند المدخل بقايا من الجرانيت الوردي ورسومات وكتابات هيروغليفية. اللي بيميز مدينة رشيد أو سبب شهرتها هو حجر رشيد أو روزيتا ستون. ده كان ليه شهرة مش بس في مصر، لكن شهرة عالمية، لأنه كان السبب في اكتشاف وفك رموز الحضارة المصرية القديمة. الحجر ده اتلقى بالصدفة أيام الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت سنة 1798، وأثناء تواجد الجنود الفرنسيين هنا داخل القلعة، تم اكتشاف الحجر بالصدفة من خلال جندي فرنسي. والحجر ده لفت انتباههم لأنه كان مكتوب بثلاث خطوط مختلفة. نقدر نقول أهم حاجة في جوه القلعة هنا قصة اكتشاف حجر رشيد. الحجر اللي قدامنا ده للأسف هو مش الأصلي، النسخة الأصلية محفوظة في متحف في لندن ببريطانيا، وده من وقت جلاء الحملة الفرنسية على مصر ومجيء الاحتلال البريطاني على مصر في 1801، ومن ساعتها هو محفوظ هناك لحد دلوقتي. وده اللي خلى علماء كتير يحاولوا يفكوا حجر رشيد، لحد ما جاء العالم الفرنسي شامبوليون وقدر انه يفك حجر رشيد، ومن ساعتها بقينا عارفين اسرار اللغة المصرية القديمة والحضارة الفرعونية. تعالوا نشوف دلوقتي الأوضة دي فيها ايه. زي ما احنا شايفين قدامنا في اجزاء من الآثار الفرعونية والرسومات والكتابات الهيروغليفي. عندنا كمان الكور اللي هناك دي وزنها تقيل جدا، دي عبارة عن كور مصنوعة من الجرانيت الوردي، وكانت بتستخدم بتوضع في المنجنيك علشان يضربوا بيها السفن أو القلاع، وكانت بتستخدم كوسيلة دفاع. كده خلصنا القلعة، يلا بينا نشوف مكان جديد. كورنيش رشيد الجميل اللي قدامنا ده اتجدد سنة 2009 في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. من أهم المعالم اللي بتتميز بيها مدينة رشيد المبنى اللي قدامنا ده، ده المتحف القومي برشيد، وده بيعتبر من أهم وأكبر المتاحف الخاصة بالفن الإسلامي، ودي حاجة بتتميز بيها مدينة رشيد عن أي بلد تانية. والمبنى ده كان منزل خاص بحاكم رشيد، بيرجع للقرن الـ18 وتحول لمتحف، وبيضم قطع حربية من أيام الحملة الفرنسية والإنجليزية على مصر.
دي مجموعة من السيوف مصنوعة من الصلب وبترجع للقرنين ال18 وال19. في طبعا هنا نسخة من حجر رشيد كنت اتكلمت عنه في القلعة. في مجموعة من العملات اللي اتلقيت في رشيد وحوالين البلد، دي مصنوعة من الذهب والفضة والبرونز. المتحف كبير وبتكون من 4 طوابق بتضم آثار من القرنين ال18 وال19، وبتختلف ما بين أواني وعملات وأسلحة وزي حربي وقطع تانية كتير هكلمكم عنها بالتفصيل في حلقة لوحدها. من ضمن المعالم الأثرية لمدينة رشيد هي كنيسة ماري مرقس، بتعتبر من أقدم الكنائس بعد الكنيسة المرقسية بإسكندرية وبترجع للقرن الخامس الميلادي. كنت عملت لكم حلقة عن الكنيسة المرقسية بإسكندرية، هسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. الكنيسة الأصلية هنا متغطية بالمية الجوفية، لكن عندنا في الكنيسة هنا أيقونات قديمة بترجع للقرن ال17 وال18 الميلادي. والكنيسة هنا بتتميز ان ليها 2 حجاب هيكل، وفيها زي الكنائس الأثرية القديمة 7 هياكل. العدد السائد حاليا للكنائس هو 3 هياكل، لكن في الكنائس القديمة كانوا 7 زي الكنائس مصر القديمة والكنيسة المعلقة. كنت عملت حلقة بالتفصيل عن الكنيسة المعلقة، سيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. رشيد مشهورة بوجود عدد من المنازل الأثرية اللي بترجع للقرن ال18، من ضمنها منزل الأماصيالي. والبيت هنا مكون من 3 طوابق وبيغلب عليه الطابع الإسلامي في النقوش وفي الزخرفة. الغرفة دي اسمها غرفة الحراملك، وكان بيجلس فيها السيدات، والشبابيك بتاعتها مميزة لأن هي بتقدر تشوف من خلالها الناس في الشارع، لكن محدش بيقدر في الشارع انه يشوف ايه اللي جوه البيت. ودي الطاحونة اللي بتتسمى بطاحونة ابو شاهين، وكانت بتستخدم في طحن الغلال، وكان عادة بيمتلكها الاغنياء او كبار التجار. وفي كمان المكان الخاص باسطبل الخيل. ومش بس رشيد بلد أثرية، كمان بلد ترفيهية، وممكن تاخد مركب في النيل لحد مسجد أبو مندور. انتظروا حلقة خاصة بسوق رشيد. مدينة رشيد مدينة مميزة وتستحق كل الاهتمام والزيارة، وان هي تتحط على الخريطة السياحية وتكون مزار سياحي كبير. لو الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش تدعموه باللايك والشير. شكرا لمتابعتكم.